اتنين ألف ألف شرطة، والمستوى دال واو ه، لأن ألف ألف شرطة بينتمي لدال واو ه، لأن نقطة واو على ألف ألف شرطة. طيب اللي بعديها ألف ألف شرطة وبه جيم، ألف ألف شرطة وبه جيم، به جيم اللي هو هنا، به جيم اللي هو به جيم اللي هي دي، ألف ألف شرطة وبه جيم دول متخالفان، دول إيه هيبقوا إيه متخالفان. بعد كده عندنا كلها مستويات وبتاع، فدي أمثلة زي كده يعني. يعني مثلا على سبيل المثال يعني ممكن يقول لك إيه، يقول لك على سبيل المثال اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة، عدد مستقيمات تمر بنقطة معلومة هو 1 2 3 4، عدد لا نهائي. أطول عدد مستقيمات تمر بنقطة معلومة لا نهائي. طيب يقول لك عدد مستقيمات تمر بنقطتين معلومتين يبقى مستقيم واحد، عدد مستويات تمر بنقطتين معلومتين لا نهائي، عدد مستويات تمر بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة، طبعا مستوى ايه بثلاث نقط يبقى مستوى واحد، عدد المستويات تمر بثلاث نقط على استقامة واحدة لا نهائي لأنه يبقى مر بمستقيم. جميع الحالات الآتية تعين مستوى ما عدا، بقول لك مستقيم ونقطة لا تنتمي إليه بتعين مستوى، دي صحيحة. مستقيمين متوازيين وغير منطبقين برضو صحيحة. مستقيمين متقاطعين صحيحة. مستقيمين متخالفين دي فعلا ما بتعينش مستوى. طب جميع الحالات الآتية تعين مستوى ما عدا، مستقيمين متقاطعين، مستقيمين متوازيين مختلفين، مستقيم ونقطة تنتمي إليه ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة، يبقى المستقيم ونقطة تنتمي إليه ما بتعينش مستوى. ليه؟ لأن النقطة طالما بتنتمي للمستقيم على استقامة واحدة يبقى ده مستقيم برضو وما بيكونش مستوى. طيب عدد المستويات تمر بمستقيمين متوازيين مختلفين، متوازيين مختلفين كاتب لك برضو 1 و2 و3، بمستقيمين متوازيين مختلفين وهكذا. يعني دي كلها أسئلة نظرية هنبقى ناخدهم في الايه في المراجعة. لإيه احنا كده خلصنا المستقيمات، وهنبدأ ناخد ان شاء الله الدرس الجاي على الهرم. الهرم طبعا الهندسة الفراغية بسيطة يعني، الهرم ان شاء الله نخلصه شرح كده وناخد مثال ولا اتنين، وبعد الهرم هناخد اللي ايه هناخد اللي قلت لكم عليه ده اللي هو ايه المخروط، وبعدين الايه الدائرة. يبقى الهرم والمخروط والايه والدائرة، هناخد الهرم الايه الدرس الجاي. اللي انا واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، والسلام.